التحية تأتيكم من مركز الاتحاد للأخبار، هذا حمدان الجنيبي يرحب بكم وألتقيكم في لقاء جديد من علوم الدار، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الدولة يمنح سفير نيجيريا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى. تحت رعاية محمد بن راشد، المنتدى الاستراتيجي العربي ينطلق في 3 يناير في دبي. أهلا بكم. منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة محمد سانتاريمي سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى دولة الإمارات. وقلد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة خلال لقاء جرى في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي سعادة السفير وسام الاستقلال، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع نيجيريا في جميع المجالات، وأثنى على دور سعادته في توطيد العلاقات الثنائية خلال سنوات عمله في الدولة، معربا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في عمله. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تنطلق في 3 يناير المقبل في دبي أعمال المنتدى الاستراتيجي العربي تحت عنوان حالة العالم العربي سياسيا واقتصاديا 2024 بمشاركة نخبة من المسؤولين من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى خبراء استراتيجيين وقادة الفكر في السياسة والاقتصاد. وتركز الدورة الجديدة على حالة العالم العربي سياسيا واقتصاديا، حيث يشخص المتحدثون المتغيرات السياسية والاقتصادية وموقع العرب ودورهم في التغيرات المتسارعة إقليميا ودوليا، كما يستشرف المشاركون في أعمال المنتدى الاستراتيجي العربي 2024 ملامح المرحلة المقبلة وانعكاساتها على خارطة المصالح والتوازنات العالمية. تقدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي بأحر التعازي وخالص المواساة برحيل الفريق خلفان بن مطر الرميثي، وقال سموه على حسابه في منصة إكس: نتقدم بأحر التعازي وخالص المواساة برحيل الفريق خلفان بن مطر الرميثي أحد رجال الدولة الأوفياء ممن خدموا الوطن بإخلاص وعطاء وساهموا في مسيرته ونهضته، سائلين المولى الرحمة والغفران للفقيد وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. زار وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المشارك في ماراثون زايد الخيري الذي سيقام يوم غد في جمهورية مصر العربية مستشفى الناس الخيري للأطفال، وهو أكبر مستشفى لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمي بالمجان في إفريقيا والشرق الأوسط، بهدف الإطلاع على الخدمات التي يقدمها المستشفى وبحث احتياجاته من الأدوية والأجهزة والطواقم الطبية وسبل وإمكانات تقديم الدعم الذي يحتاج إليه، إلى جانب تفقد الأطفال المرضى وإدخال السرور على قلوبهم. وتجول وفد الهيئة في العديد من أقسام المستشفى وزار العديد من العنابر، حيث أهدى الأطفال أجهزة آيباد إلى جانب تفقد أقسام الطوارئ وغرف العمليات وسير العمليات العلاجية للمرضى.
حصلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على شهادة الاعتماد العالمي للرشاقة المؤسسية من قبل مؤسسة جاهزية ورشاقة الأعمال الدولية تيباي في إنجاز يعكس كفاءة المنظومة الصحية والقدرات المؤسسية المرتبطة بالمرونة والرشاقة في الاستجابة والجاهزية للتعامل مع المتغيرات الصحية واستشراف المستقبل وفق منهج واضح لإدارة كافة التحولات. ويعزز حصول الوزارة على هذه الشهادة المكانة التنافسية لدولة الإمارات والريادة في مجال الرعاية الصحية. في إطار استعداداتها لاحتفالات رأس السنة الميلادية، أعلنت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز النقل المتكامل منع حركة الشاحنات والمركبات الثقيلة وحافلات نقل العمال في جميع الطرق والشوارع في جزيرة أبوظبي بما في ذلك المداخل، وتشمل جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر مصفح وجسر المقطع تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية. وأوضحت أن فترة تطبيق قرار المنع ستبدأ من الساعة 7 صباحا من يوم الأحد الموافق 31 من ديسمبر من العام 2023 ولغاية الساعة 7 صباحا من يوم الاثنين الأول من يناير من العام 2024. ويستثنى من قرار المنع مركبات شركات النظافة العامة ومركبات الدعم اللوجستي. وأشارت إلى أنه سيتم نشر الدوريات المرورية على الطرق كافة وتكثيف الرقابة المرورية من خلال الأنظمة الذكية بهدف توفير الانسيابية المرورية داعية السائقين إلى التعاون في تعزيز جهود توفير السلامة المرورية من خلال الالتزام بالقوانين. وللحديث أكثر عن قرار منع دخول الشاحنات والحافلات في رأس السنة الميلادية وأبرز الاستعدادات لاستقبال العام الجديد، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من أبوظبي الرائد محمد حمد العيسائي مدير فرع الدراسات والأبحاث المرورية في مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي. أولا نمسي عليك بالخير، وبداية كيف هي الاستعدادات لمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي لاحتفالات العام الجديد؟ مساء النور والسرور يا أخوي حمدان. بداية مشكورين على الاستضافة، وبالنسبة للإجراءات فبالتعاون مع مركز النقل المتكامل فبيكون في منع حركة للشاحنات والمركبات الثقيلة وكذلك حافلات نقل العمال على جميع الطرق والشوارع في جزيرة أبوظبي. طبعا تتضمن المداخل الرئيسية اللي هن جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر مصفح وجسر المقطع. وبالنسبة لفترة التطبيق هي بتكون لمدة 24 ساعة فقط، بتبدأ من الساعة 7 الصبح يوم الأحد اللي بيكون موافق 31 ديسمبر 2023 لغاية الساعة 7 الصبح يوم الاثنين 1 يناير 2024. طبعا مركبات شركات النظافة العامة ومركبات الدعم اللوجستي اللي تضم بعض اسطولها المركبات الثقيلة مستثنى من هذا القرار، وتم نشر التعميم على الشركات المختصة. نعم، إذا منع دخول الشاحنات والحافلات في رأس السنة الميلادية، إلى ما يهدف هذا القرار؟ طبعا أتى القرار بسبب المناسبات الرسمية والوطنية اللي تحصل في الدولة، دائما تكون في عندنا زيادة كبيرة في كثافة أعداد المركبات الخفيفة بسبب الناس أنها تتوجه إلى المناطق الرسمية للاحتفالات. فإذا دخلنا الشاحنات أو ما منعناهن بنزيد الضغط على الشبكة المرورية بشكل فوق الطاقة. فما قرار المنع هذا بس عشان المركبات الخفيفة تقدر تدخل وتطلع من جزيرة أبوظبي بانسيابية. نعم، إذن ماذا عن خطط الانسيابية المرورية في شوارع عمارة أبوظبي خلال احتفالات رأس السنة الميلادية؟ طبعا بالإضافة إلى قرار المنع بيتم نشر دوريات المرور بالضباط والأفراد من مديرية المرور والدوريات على امتداد شارع الكورنيش من قصر الإمارات وحتى الميناء على جميع التقاطعات، وذلك لحفظ انسيابية الحركة، والبادي الأول حفظ الأمن والأمان على شبكة الطرق وكذلك للناس اللي جاية الاحتفالات. والهدف من وجود الدوريات في هالأماكن حفظ انسيابية الحركة
وترك التقاطعات خالية من المركبات أساس ما تصير تكدسات ومشاكل مرورية عندنا أخرى. نعم، إذن الرائد محمد حمد العيسائي مدير فرع الدراسات والأبحاث المرورية في مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، كنت معنا في علوم الدار، شكرا جزيلا لك. أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عن تفعيل 37 نقطة جديدة للإنقاذ والإطفاء في أنحاء متفرقة في إمارة أبوظبي بهدف تعزيز زمن الاستجابة وتعزيز الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة لتوفير أعلى مستويات الحماية للمجتمع في الإمارة. وتتوزع نقاط الإنقاذ والإطفاء الجديدة في مختلف مناطق إمارة أبوظبي بين 16 موقعا في مدينة أبوظبي و14 في العين و7 في منطقة الظفرة. للأخبار بقية إذن مشاهدينا للأخبار بقية وتتابعونا بعد الفاصل. جامع الرئيس الأندلسي بأبوظبي تحفة إسلامية تعكس تميز العلاقات بين البلدين. أهلا بكم من جديد. جامع الرئيس الأندلسي جوكو ويدودو في العاصمة أبوظبي يجسد عمق العلاقة التي تجمع بين البلدين الصديقين ويعبر عن معاني الترابط والمحبة والتعاون على الخير. في وسط العاصمة أبوظبي نتعرف على تحفة معمارية إسلامية تجسد عمق العلاقة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا. جامع الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو تحفة إسلامية جديدة بطرازه الحديث الممزوج بفنون العمارة الإسلامية وعلى مساحة تقدر ب 7121 متر مربع والذي يتسع ل 2500 مصلي. اليوم نحن قاعدين نتكلم في مسجد يعني كإضافة وتحفة معمارية جديدة في مساجد الدولة بشكل عام وكذلك في أبوظبي بشكل خاص، والهدف الأساسي من هذا المسجد يعني هو تجديد العلاقة ما بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك جمهورية إندونيسيا اللي تشملهم مجموعة من العلاقات الدولية والإنسانية، وأيضا كذلك أيضا نشر الإسلام من خلال التعاون والمستدام مع بين الدول، وهناك مجموعة من المؤسسات التعليمية والخيرية وأيضا المساجد في قامت ببنائها دولة الإمارات في إندونيسيا، كان من آخرها مسجد الشيخ زايد طيب الله ثراه في مدينة سولوبي إندونيسيا. الجامع جهز بأحدث تقنيات الصوت والتكييف والإضاءة وهو مطابق لأعلى مواصفات الاستدامة العالمية. أعتقد أن أهم حاجة في المسجد هذا اللي يميزه في موقعه الجغرافي، اليوم نحن نتكلم في منطقة السفرات وتقريبا يحاذينا منطقة المعارض، وبالتالي هي عبارة عن فعاليات سنوية يعني، وبالتالي يستطيع احتضان وتضمين كافة المصلين الذين يقومون بالصلاة، يعني بعض الأحيان في مجموعة من المصليات التي لا تستطيع استيعاب هؤلاء المصلين، لكن هذا المسجد الحمد لله رب العالمين يستطيع استيعاب أكثر من 2050 مصلي. جامع الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو في العاصمة أبوظبي يجسد عمق العلاقة التي تجمع البلدين الصديقين ويؤكد على دور دولة الإمارات في نشر رسالة الإسلام التي تدعو إلى التسامح والاعتدال والسلام والتنمية. تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات، احتفل الاتحاد النسائي العام وبوابة المقطع التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي لرواد المستقبل أطلق للصغار تحت شعار اقتصاد الفضاء والخدمات اللوجستية. مزيد من التفاصيل في تقرير مها ياسر. في عالم يتطور بسرعة هائلة في مجال البرمجة والتكنولوجيا يكرم برنامج أطلق للصغار عدداً من المبرمجين والمطورين، لنتابع. تدعم دولة الإمارات العربية المتحدة التقدم التكنولوجي الهائل والسريع الذي يواكبه العالم اليوم، وفي ظل هذا الدعم أقيم حفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي لرواد المستقبل أطلق للصغار تحت شعار اقتصاد الفضاء والخدمات اللوجستية.
هدف البرنامج إلى تحفيز الأطفال على تبني البرمجة والتقنيات التكنولوجية المتقدمة وإتقان لغة المستقبل والاحتفاء بالابتكار والمبرمجين الصغار وإشراكهم في فعاليات نوعية تؤهلهم لقيادة مسيرة الدولة نحو المستقبل. اليوم تعلمنا في برنامج أطلق عن الـ HTML والـ CSS وهذا Front End Development واللي هو Designing والـ UI والـ UX عن الـ Websites. تعلمنا وايد أشياء، كيف نسوي البوتنز، كيف نسوي الباكراوند، أشياء وايد كانت مخفية عنا والحمد لله استطعنا أن نعرف المزيد عنها. وأنا المجال اللي اخترته هو تطوير البرامج وتعلمت كيف أسوي كود للـ HTML والـ CSS. أنا كنت مشاركة قبل في برنامج ثاني وكان يعلمني عن البايثون، بس بصراحة وايد تعلمت وايد استمتعت في البرنامج وأتمنى أني أشارك مرة ثانية. شارك في البرنامج التدريبي لرواد المستقبل أطلق الصغار 59 متدربا ومتدربة من الفئة العمرية 7 سنوات وحتى 15 سنة. تم تدريبهم على 5 مسارات تخصصية وهي مطور تطبيقات، مطور مواقع، مصمم واجهة مستخدم، مخرج فني، مخرج وسائط متعددة. أنا تعلمت في فيميكس. فيميكس هو شيء وايد حبيته، وايد استأنست فيه هالأسبوع. تعلمت كيف أغير من جرين سكرين لصورة. تعلمت كيف أحط أضيف الكاميرا، أضيف صور، أضيف ألوان، أشيل الألوان. تعلمت وايد أشياء. اليوم دخلت في برنامج فيميكس، هو عبارة عن إخراج أفلام وفيديو، كل شيء، مسلسلات، كل شيء. أتيحت للمتدربين في البرنامج التدريبي لرواد المستقبل أطلق للصغار فرصة مميزة للتعرف على ماهية اقتصاد الفضاء والخدمات اللوجستية وما تمثله الأعمال اللوجستية الفضائية من أهمية رئيسية في تدفق جميع المواد والمتطلبات ذات الصلة لدورة حياة النظام الفضائي بما يشمل نقل الأشخاص والبضائع من الأرض إلى الفضاء. مشاهدينا، والآن نأخذكم إلى جولة إخبارية يردها لكم صالح البحار. أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل عن أوقات عمل مراكز إسعاد المتعاملين وساعات تطبيق رسوم المواقف ونظام درب للتعرفة المرورية ومواعيد عمل حافلات النقل العام خلال عطلة رأس السنة الميلادية. وأوضح مركز النقل المتكامل أن مراكز إسعاد المتعاملين في إنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال العطلة يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024. إلى ذلك يمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية وتطبيقي درب ودربي للهواتف الذكية ومنصة تم للخدمات الحكومية الرقمية. تشهد مزاينة الإبل في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل منافسات قوية بين ملاك الإبل من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وتتضمن مزاينة الإبل التي تقام في ميدان السوان بإمارة رأس الخيمة 240 جائزة موزعة على 24 صوتا مخصصة لإبل أبناء القبائل من المحليات والمهجنات الأصائل، بالإضافة إلى 40 جائزة لمسابقة المحالب. وتبلغ قيمة الجوائز في مزاينة الإبل ومسابقة المحالب ما يربو على 4 ملايين درهم. اختتمت فعاليات ملتقى السمالية الربيعي 2023 الذي نظمه نادي تراث الإمارات بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية على مدار 4 أسابيع في جزيرة السمالية بأبوظبي وفي مقار المراكز الشبابية والنسائية التابعة للنادي بمشاركة الطلاب والطالبات المنتسبين، وذلك بهدف الاستفادة من العطل المدرسية لتعريف النشء بالتراث الإماراتي والمحافظة على الهوية الوطنية.
وشملت برامج الملتقى هذا العام طيفا واسعا من عناصر تراث دولة الإمارات، منها الورش المعنية بالسنع وأداب المجالس وتحضير القهوة العربية وأنشطة الهجن والفروسية والصقارة، إضافة إلى الألعاب الشعبية وزيارة المعالم التاريخية. استضافت جزيرة السعديات أبوظبي تجربة فنية وإبداعية مميزة، تحول خلالها شاطئ منتجع وفلل السعديات روتانا إلى لوحة فنية، حيث تعاونت الجزيرة مع فنان الرسم على الرمال الشهير ناثان ألبيد لتزيين شاطئ المنتجع بأجمل الرسومات الفنية التي تعكس ملامح الجمال والروعة التي تتفرد بها معالم الجزيرة الساحرة، لتصور محيطها الطبيعي الآسر ولتعكس أيضا المشهد المذهل تحت القبة الشهيرة لمتحف اللوفر أبوظبي. وفي أخبار العالم بعد الفاصل تتابعون. مع استمرار التصعيد، إسرائيل تواصل قصف مناطق بوسط وجنوب قطاع غزة مع توسيع نطاق العمليات في خان يونس. هاجمت قوات إسرائيلية مناطق في وسط وجنوب قطاع غزة، حيث يخشى السكان من توغل بري جديد في مناطق مكتظة بعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين نزحوا بالفعل بسبب الحرب. ومع حلول ليل أمس، قتلت ضربة جوية إسرائيلية على منزل في مدينة خان يونس 8 فلسطينيين، فيما وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن 3 فلسطينيين قتلوا وأصيب 6 آخرون بقصف صاروخي إسرائيلي على منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية في غزة أن ضربة جوية إسرائيلية قتلت 20 فلسطينيا وأصابت 55 في رفح. أعلنت مصادر طبية اليوم عن مقتل 187 فلسطينيا في هجمات إسرائيل على القطاع خلال 24 ساعة الماضية. وذكرت المصادر بأن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن 312 إصابة بجروح مختلفة، وبذلك ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 21,507 قتلى و 555,915 إصابة منذ 7 من أكتوبر الماضي. إلى ذلك، قال الهلال الأحمر الفلسطيني أمس إنه يخطط لإنشاء مخيم للاجئين في مدينة خان يونس التي تشهد قتالا عنيفا في جنوب شرقي قطاع غزة. وقالت المنظمة إنه يجري العمل بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري على إنشاء المخيم، وسيحتوي كمرحلة أولى على 300 خيمة ستأوي النازحين من عائلات الطواقم الطبية والإسعافية والإغاثية في الهلال الأحمر، وسيتم توسيع القدرة الاستيعابية لاحقا لتصل إلى 1000 خيمة لاستيعاب مئات العائلات النازحة في جنوب القطاع. من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن مقتل أحد جنوده خلال القتال في شمال قطاع غزة أمس، لترتفع حصيلة القتلى منذ بدء الهجوم البري إلى 168 قتيلا. يشار إلى أن عدد جنود الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا في هجوم فصائل فلسطينية في 7 من أكتوبر الماضي وفي الهجوم البري الذي شنته إسرائيل على غزة تجاوز 500 ضابط وجندي. كما وأعلن الجيش الإسرائيلي عن توسيع الوحدات الإسرائيلية لنطاق عملياتها في المنطقة المحيطة بمدينة خان يونس. قال الجيش الإسرائيلي اليوم إن قواته قتلت 3 رهائن إسرائيليين في غزة يوم 15 من ديسمبر، عندما ظنت خطأ أن استغاثتهم حيلة من مقاتلي الفصائل الفلسطينية لاستدراجها إلى كمين. وفي 15 من ديسمبر أعلن الجيش على الفور مسؤوليته عن قتل الرهائن 3 الذين كانوا من بين 240 شخصا احتجزهم مسلحون فلسطينيون. ونشر الجيش الإسرائيلي النتائج وخلص إلى أن الجنود نفذوا الإجراء الصحيح حسب تقديرهم للحدث في تلك اللحظة.
ذكر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن روسيا أطلقت حوالي 110 صواريخ على أوكرانيا ليلة الماضية، فيما تصفه كييف بأنه أحد أعنف وابل من الصواريخ منذ فترة طويلة. وقال زيلينسكي إن عدد من المرافق التعليمية ومركز التسوق وعدد من المباني السكنية متعددة الطوابق كانت من بين المواقع التي تم قصفها. قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب 75 في أوكرانيا في أعقاب قصف جوي روسي مكثف، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام أوكرانية نقلا عن أرقام وزارة الداخلية صباح اليوم في مناطق شملت العاصمة كييف وجنوب وغرب وشرق أوكرانيا. ووردت تقارير عن أضرار لحقت بمناطق في مدينة دنيبرو وسط البلاد وبنايات في مدينة الفيف وميناء أوديسا وخاركيف في الشرق. وقال مسؤولون محليون أوكرانيون إن 4 قتلوا فيما أصيب أكثر من 12 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو، ولم يتسنى التأكد من صحة الأرقام الواردة. قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شيميهال إن روسيا استهدفت بنية تحتية اجتماعية وحيوية في هجوم كبير بصواريخ وطائرات مسيرة على أوكرانيا اليوم، ولم تصدر روسيا أي تعليق حتى الآن بخصوص الهجوم الجوي، فيما وصف المتحدث باسم سلاح الجو في أوكرانيا يوري إيهانت إن الغارات الجوية التي شنتها روسيا على أنحاء البلاد هي الأعنف منذ فترة طويلة. كما وأعلنت أوكرانيا اليوم أنها دمرت 114 من بين 158 من الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها روسيا في آخر سلسلة من الهجمات. والآن جولة نتعرف فيها على أهم الأخبار الاقتصادية لليوم. أعلن مركز الإحصاء أبوظبي عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لإمارة أبوظبي بمعدل 7.17% خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع الثالث من عام 2022. وواصلت معظم القطاعات غير النفطية تحقيق معدلات نمو كبيرة لتصل قيمة مساهماتها في الاقتصاد الكلي إلى 52.18%، وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 2.18% خلال 9 الأولى من عام 2023، مع ارتفاع معدل نمو الأنشطة غير النفطية خلال نفس الفترة إلى 8.16%. ونتيجة لهذا الارتفاع حقق اقتصاد الإمارة أعلى قيمة ربعية له عند 290 مليارا ونصف المليار درهم. وقعت مجموعة كيزاد وشركة إكسيل أسترا للهندسة والإنشاءات اتفاقية مدتها 50 عاما لتطوير منشأة تصنيع في كيزاد المعمورة باستثمارات قيمتها 20 مليون درهم. وستعمل المنشأة على حشد خبرات مجموعة كيزاد وشركة أسترا نحو تحقيق أهدافهم المشتركة وتسريع النمو في القطاع الاقتصادي والصناعي وإيجاد فرص العمل وإمداد قطاع الطاقة في الدولة بالمنتجات والخدمات. وتتوقع أسترا أن يوفر المشروع نحو 400 فرصة عمل جديدة وأن يحقق مبيعات تزيد على 200 مليون درهم سنوياً، بالإضافة إلى زيادة صادرات أبوظبي من المنتجات المصنعة محلياً. ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في أسواق المال الإماراتية بمعدل 13% بما يعادل 406 مليارات درهم لتتجاوز 3.6 تريليون درهم خلال 2023 مقابل 3.2 تريليون درهم في 2022. وتأتي الإنجازات المتواصلة لأسواق الأسهم المحلية وسط مساعي مستمرة لمضاعفة القيمة السوقية لسوقي أبوظبي ودبي الماليين وصولا إلى 6 تريليون درهم خلال السنوات المقبلة. توسعت شركات التطوير العقاري في أبوظبي في إطلاق المزيد من المشاريع العقارية الجديدة بالإمارة خلال 2023 لتلبية الطلب المتزايد على شراء العقارات بالعاصمة. وكشفت شركات التطوير عن نحو 27 مشروعا جديدا خلال العام الحالي في أبوظبي، منها 12 مشروعا لشركات الدار العقارية وكيو القابضة وناين ياردز توفر نحو 5200 وحدة سكنية،
بجانب مشاريع أخرى توفر مساكن للموظفين وشققا فندقية ومدنا ذكية ووحدات سكنية ومساحات تجارية ومكتبية متنوعة. وشملت قائمة المشاريع الجديدة بأبوظبي خلال العام الحالي 3 مشاريع لمساكن المواطنين توفر 3500 فيلا تم إطلاقها بالتعاون بين هيئة أبوظبي للإسكان وكل من الدار العقارية وكيو القابضة. يتجاوز عدد الشركات العاملة في صناعة الأغذية والمشروبات في الدولة 2000 شركة تبلغ إيراداتها السنوية 28 مليار درهم، تشكل 25% من الناتج الإجمالي للقطاع الصناعي، مما يضعها في المرتبة الثانية بعد قطاع النفط والغاز. من حيث المساهمة في الناتج المحلي بحسب التقرير السنوي لعام 2023 الذي أصدرته مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، ويؤكد التقرير على النمو القوي لتجارة الأغذية والمشروبات خاصة الوجبات الخفيفة والمخبوزات التي تجاوز معدل نموها 50% لتقود النمو، حيث تتفوق على متوسط النمو الإجمالي للقطاع. تعد الإمارات واحدة من أكبر المراكز السياحية في العالم، خاصة لمعالمها المذهلة وهندستها المعمارية الرائعة، وتعتبر أكثر الدول جاذبية خاصة في فصل الشتاء، حيث تقدم الدولة مجموعة واسعة من الأنشطة التي يمكنك القيام بها سواء الأنشطة الخارجية أو الداخلية. ونظراً لأن درجة الحرارة في الإمارات معتدلة نوعاً ما في هذا الفصل، يستعد سكان الإمارات من مواطنين ومقيمين وزوار إلى البدء في التخطيط للعديد من الأنشطة الخارجية للقيام بها. الوجهات التي يقصدها الناس في التقرير التالي لنتابع. مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، يتوافد العديد من الزوار من جميع أنحاء العالم إلى الدولة، فتباينت آراءهم واختلفت. أكثر شيء أحب أروحه بالشتاء أنه مع عائلتي على الحديقة أو بالبحر، يعني نمد ونعمل نزهة وهيك. مهرجان اللي في دبي، القرية العالمية، مهرجانات ما شاء الله كثيرة وايدة، وخاصة بعد في الشمال عندك الشارجة، عندك مهرجانات حلوة، ودولة ما شاء الله كل شيء فيها، وين ما سيرين كله مهرجانات، والشتاء أنا فنان وحلو. الأماكن الحلوة في عندكم البر كثير حلو، ومهرجان الشيخ زايد اللي احنا هلأ فيه، ومهرجان ليوة. طبعاً في الشتاء الناس أكثر شيء بتروح على كورنيش أبوظبي، في مهرجان كان كم أم الإمارات، منارة السعديات. الناس تصير المهرجانات، في مهرجان دبي، مهرجان الوثبة اللي نحن الحين فيه، وايد حلو المكان. تصير الناس تصير تكشر تخيم في ليوة، عندنا بعد خرفكان دبي أبوظبي، وايد في أماكن حلوة ناس تصيرها. عندك راس الخيمة، راس الخيمة البر وسوالفهم، بعد هناك دراجات وما أدري شو. عندك كل ما شاء الله، يعني عندنا مهرجان من الإمارات، حديريات كتير حلوة، مهرجان الشيخ زايد، يعني المولات كمان كتير حلو جوا بالشتاء. موسم ليوة المرعب، الأجواء الشتوية والأجواء الجميلة اللي متواجدة في ليوة، والأشياء اللي مسواية من قبل يعني نادي التراث اللي مسوينه في ليوة، وتجمع العائلات، تجمع الشباب، يعني في الأجواء الشتوية صراحة هي أجواء برية. مشاهدينا شكرا لكم على حسن وكرم المتابعة، نلقاكم غدا في لقاء جديد من علوم الدار، في أمان الله.